كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. محتوى شهر رمضان السنه دي هي تطلع كده حلقات دفاع عن النفس لذوي الاحتياجات الخاصه. هتمسك الايد دي كده اهو وهطلع بالشكل ده. احنا النهارده في مستشفى 57 جايين نفرح كل الموجودين في المكان هنا. اعرف يعملها. حاول كده بقى يخلقهم تخطفوا. ايه ده طلع قوي. احنا جايين النهارده في يوم فيه زيارات وامن وحراسات والمكان هنا يا جماعه متامن جامد جدا. وكان ضروري ندعم اهم واغلى حد في مجتمعنا وهي الام من خلال جمعيه بهيه. احنا النهارده عملنا اساليب خاصه ليكوا انتوا ازاي من غير ما اقدر ارفع دراعي للاخر اقدر ادافع برضو عن نفسي لو تعرضت لاي مضايقه او تعرضت لاي موقف خطر يتفرض عليا في الشارع او في الواقع. تستاهل التحيه. ولكن كانت اصعب حلقه واجهتنا لاني ما كناش عارفين هنتعامل معهم ازاي لانها كانت اول مره في التاريخ يتعمل محاضرات دفاع عن النفس لشباب الصم والبكم. كانت صعبه جدا الحلقه دي. وفي ظل المبادرة دي ما كانش ينفع خالص ننسى نعمل حلقة مخصوصة مع ملايكة متلازمة داون ونتعلم مع بعض شوية حركات ونقضي معاهم يوم رياضي كمان. احنا خدنا لهم مكان مخصوص ليهم النهاردة عشان ينطلقوا براحتهم ونطلع كل الطاقة الإيجابية اللي جواهم. ها؟ يلا يلا شجعوه. احنا النهارده مع مجموعه من الشباب المتعافي من الادمان حبينا نخلي الرياضه اداه جديده من ادوات مكافحه الادمان. ممكن اكون اول واحد بدرت بالمبادره دي بس مش عايز اكون اخر واحد. اتمنى نقلد بعض في الحاجات الايجابيه. نتقابل في رمضان. كل سنه وانتم طيبين.